ناقش المجلس السياسي الأعلى برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور رئيسي مجلس النواب يحيى الراعي وحكومة الإنقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور، ناقش التطورات الميدانية في الجبهات والتصعيد الخطير الذي يمارسه العدوان على جانب مواصلته إغلاق المنافذ وتجديد الحصار على ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وأدان الاجتماع غارات العدوان على مطار صنعاء واستهداف جهاز الإرشاد الملاحي لإخراج المطار عن جاهزيته فنيا في حال نجحت الضغوطات الدولية لإعادة فتح المطار، مؤكدا أن ذلك لن يكون مبررا لإغلاق المطار. واطلع الاجتماع على الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين في توفير المشتقات النفطية وفق خطة واضحة في إطار المهلة التي منحها المجلس السياسي الأعلى.